السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيداتي سادتي، نتمنى أن تكونوا بألف خير. اليوم 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 عندنا واحد المفاجأة، الوفاء. اليوم عيد ميلاد ديال الوفاء، وهذا الصباح مع الواد ما كتباتش معنا في الدار، ودا كتجي كتبات مع الواد هنايا في الفيرما، واخا كاين الأشغال ودا كيدخلوا البيت ديالهم. دابا جيت عند الواد هذا الصباح هذا ودبس مع وفاء، درتكم كو ديك اللعبة، قالت لي فين غادي، قلت لها ماشي سوقك وهذا صافي، فهمتي، درت بحالها ما مسوقش، صافي حتى هي ما دات ما جابت. واليوم عندها عيد ميلاد، وانا دبس معها غير باش نخرج نمشي نشري لها شي حاجه، وتلفت الصراحه اليوم تلفت لحقاش راكم عارفين مع رمضان وعيد ميلاد ما عرفت شنو ندير لها، شنو الحاجه اللي خصني ندير لها. فكرت دابا جيت عند الوداع، قالت لي غدير شي طورطه نمشيو نشريوها من مكناس وتشري لها شي كادو. المهم تبعوا معنا نتوما، تبعوا معنا كلشي، نخلي معكم دابا الوليد، دابا راه غادي انا وحماتها. السلام عليكم اخواني اخواتي بنياتي وليداتي، تحيه لكم كاملين، الله يسهل اموركم، الله يعلي درجتكم، الله يفرح كل وحده باش تتمنى يا ربي يمين هذه العواشر. ايوا كيما دعواتي كما العاده. الله يسعدكم مع ازواجكم، والله يصلح لكم وليداتكم، واللي ما عندهاش الوليدات ربي يرزقها بالذريه الصالحه يا ربي يمين، واللي بغات تزوج ربي يرزقها بالجو الصالح يا ربي. ايوا وسهل على امور جميع المسلمين والمسلمات، ويصلح وليداتنا ويهدينا يا ربي للطريق المستقيم. ربي اللي ما مزوجش الوالده ربي يرزقها بالزوجه الصالحه. امين يا ربي. جوجه ولا حمامه ولا فرخ ولا عتوقه ولا اللي كان، المهم جوجه سهله بس. يا المشاهدين دابا باش ما نطولش عليكم، غاتبعوا معنا ان شاء الله، تنمشيو داك الشيء دوز معنا ايطاب بار ايطاب، واخا حنا صايمين وهذا. والله يتقبل من الجميع، الله يتقبل من الجميع، الصيام والقيام ان شاء الله يا ربي، الصيام والقيام وتلاوه القران ان شاء الله يا ربي، يتقبل منا ومن جميع المسلمين. دائما تنوصي المشاهدين فيما في السجود يدعوا مع وليداتهم، مع ريوسهم، مع وليدات جميع، ماشي تدعي مع وليداتك، مع وليداتك وليدات جميع المسلمين. والله انا بعدا تندعي مع راسي، مع اخواتي المسلمين كاملين، الله يهدينا ويهدي جميع المسلمين كاملين، الله يهدي وليداتي وليدات جميع المسلمين كاملين. امين يا ربي امين. دابا الوالده وفاء، وفاء ما عرفاش بانني انا وياك كنديروا هذا الفيديو هذا، دابا هي راه غادي تتفرج في هذا الفيديو، شنو كتبغي تقولي ليها من هذا الفيديو هذا؟ ايوا تنقول لها تحيه ليك، وراه تنبغيك وتنحماق عليك، وعيد مبارك سعيد. عيد عيد ميلاد عيد ميلاد سعيد، مش عقلي على مع الاعياد. عيد ميلاد سعيد بطول العمر ان شاء الله. واخا عيد الميلاد انا مثلا انا درتو للاولاد مره واحده فاش كانوا صغار، الدراري درتو لهم مره واحده صافي، تنحتفلش انا بعيد الميلاد الصراحه، تيقول لك حرام والعالم الله الله اعلم. شي حرام عندي الواحد انه يحتفل براسو ما فيها باس. ايوا هما دابا هاد الشباب تيبغيو. ايوا دابا المراه ملي الا ما درتيلاش عيد الميلاد كتقول هذا راه مسوق لياش، ما مهتمش بيا، ماشي بحال الزمان ديالكم الوالده، عندنا غرض، ما كتديروش هذاك الاخر ديال عيد زواجكم وداك الشيء، ما كاينش عيد الزواج، عيد الميلاد. ايوا قوا دابا هذا الشيء، دابا الا ما درتيش هذا الشيء وعيد الحب، قوا هذا الشيء بزاف. دابا المهم الوفاء كل وقت وقتها، وعقبال 100 سنه ان شاء الله يا ربي، ربي يطول العمر ليها ولجميع المسلمين، ويهنيكم بوليداتكم ويفرحكم بهم ان شاء الله، تشوفهم كي تمنيتوا ان شاء الله يا ربي، الوفاء للبنيات كاملين. امين يا ربي. ايوا تنقول وفاء من هنا تنحمق عليك وتنبغيك، الحمد لله، اللهم لك الحمد، الله يخلينا ديما هكايا، الحمد لله ما كاينش بيناتنا كاع المشكل نهائيا نهائيا، شتي داك الشيء اللي كاين شي تعاليق لواه، والله هي مرتاحه وحنا مرتاحين، الحمد لله يا ربي، اللهم لك الحمد، الحمد لله الحمد لله، حنا ما تنغيرها هي ما تتغيرنا، اللهم لك الحمد. انا درويشه وهي درويشه، وربي لقى قال لك مسكين مع مسكينه وتهنت المدينه. الله الحمد لله يا ربي الحمد، اللهم لك الحمد. دابا جينا الله ياك ما نلقاو شي حلوه عند هذا السيد هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. مالك بخير لاباس عليك، كلشي مزيان؟ لا عفتك بغينا شي طارط، كنت قادو لي طارط بعدا ولا؟ وقتاش باش؟ هاد العشية. اه شنو نعطيك الرضا؟ حنا راه تنجيو عندكم نيشان. العشية بعد آخر. حيت حنا ما كاينوش في المكنسة، راه تنجيو عندكم واحد. الحاج. شفت عندهم واحد الحجر، شنو قلتي الوالدة؟
هذا كون درت ديك الباربيكيو واعر هذا كون جا خطير هذا ديك الباربيكيو بعدا تبعتو عجباش دابا تنخلي الكون زعما اختيار السبع هذا حيت لقينا لا طارت لاباس انا قلت راه ما نلقاش واخا راه الصراحه غادي نلقاو في لاغيبون غوز غنلقاو واجدين هادو عجبني شي حاجه زوينه دابا بقى ليا غير الكادو خصني ندير لها شي كادو زويون نشوف ان شاء الله شنو غادي نشري لها يلا ماي كادو يلا الويده كادو انتما كما كتشوفوا دزت انا الويده الماي كادو وشريت للوالده هذه اللعيبه هذه مع الويده قالك وجهها تيسخن في الصيف ها انت الويده غير دير يلا يلا حيد اصبر فرفاله ها طرطرطها ما سميهاش ما خدامها لا غير خليها غير خليها وتضرب النيت تضرب تضرب يا بنت العرب اش كضرب علاش اش كضرب يا بنت العرب عرفتي والله الا غتتحصى راكي خليها عندك ديريها في داك البسطم لا لا يرد هرد غير ديريها في البسطم لا 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 نمشيو يلا ما خدامة حتى لشي حاجة دابا نمشيو باش نديو الوفاء الكادو دابا دزنا حنا المايكادو هنايا ديت الوالدة واحد الشارجور مع كنخسر لها الشارجور ديال التليفون ودابا يلا ان شاء الله باش نشريو دابا كتريح وجري شوف والله الا العجباش العجب ها التكنولوجيا ما عرفينا توصلنا زعما مع داك لينيك العلوي فين كانت نعسات نوال ديك الليله والويده نسات واحد الشارجور مازال عندها الامل انها تلقاه وانا تنقول الناس واقيلا كلبس مازال عندها الامل قالك تلقى الشارجور ترى ما تلقاهش جات تقولك لا لقاه دابا تقريبا شحال تكون باش نعسات نوال شي 15 يوم بحال هكا شي 15 يوم ما تلقايش انا ويدا ما تلقايش دابا جا صيفط الحاج قالوا له دابا نصوني عليك خلينا النمره نشوف واش بصح واش تقلبي لا نمشي نسولهم اه والله ما تلقايه اه ما تلقايش دوريجين هذاك دوريجين واخا دوريجين ما تلقايش واخا شريت جديد ماشي بحال هذاك اللي جا مع التليفون دابا عندك شارجور جديد وما خلينا نمشيو بحال والله ما تلقايه والله الا كوني تستشمل الوقت حقاش دوك البريزات جاو تحت الناموسيه لتحت انا كاين الفوم دو ميناج كدور كتجمع انا لقيت النوع الكادو اللي غادي نشري الوفاء غادي نمشي ليف غوشي غتشوفوا معايا وغتشوفوا كل شيء ان شاء الله حيت ما عرفتش انا شنو غادي يعجبها ولا لا واحد المره كان عقل ديك ليف غوشي كانت عجبتها واحد الريحه تما ولا ما عقلتش المهم داكشي ديال الماكياج هي كيعجبها هذا هو الكادو اللي غندير انايا شنو قلتي لهذا؟ شتي هذا الغوشي شنو تيبيع هاد البغوشي؟ البغوشي؟ هادوك اللي شريهم عندهم كادو ديك الفراغ لا هادوك كيبيعوا داكشي ديال كنا خديناهم عندهم فارس وفاء فارس وفاء واقيلا كنا خدينا عندهم ايوا انا عرفتهم المهم جيت ليف غوشي باش ندي كادو الوفاء كما كتشوفوا والصراحه حرت في هاد البلاصه هادي بزاف باش ناخذ لها الكادو ما عرفتش اش ندير عليه ما كنفهمش فيها انايا المهم دابا تشوفوا شنو دير لها ثم ديت لها داكشي ديال ليف غوشي تنطر وتشوفوا معاه شنو دير لها شريت الكادو ودا كتخبع هاك زيت بلاصه كان غندير لك الضبابا هاك قلت لكم شريت الوفاء الكادو دوموندينا لاطارت لاطارت مازال ما وجداتش ترجع ليها تخطر لاطارت دابا الوالده اللي مازال حيره في الكادو ما عرفاتش شنو تشري هذا واعر هذا شكرا بحال هكا رقيقين هادو واحد كاع ولدي جمعني ديك المره الثانيه انا الوالدة دارت كادو ديال الله اعلم دابا تشوفوا شنو دات الوالدة شي حاجة واعرة واعرة المهم غادي تعجبكم ودابا كملوا الفيديو غادي دابا ان شاء الله غادي نمشيو باش نهزو ديك الحلوة والله الا عينا وحق الله العظيم من ملي بطنا وحنا الصباح فن 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 كيضرب بحال طريمبو الفيلم انا والوداع دابا فكرنا في واحد البلان هو ان وفاء شحال هي تابعاني كتقول لي بغيت نهبط للفيلم نشوف بغيت نهبط للفيلم نشوف حيت باغا تهبط هنايا باش تشوف شنو الاصلاحات اللي تزادوا شنو الحوايج اللي ناقصين وهذا تشوف المهم الامور كيفاش غادا دابا طاحتني واحد الفكره ديال غنخليو نوال في الدار وغادي نمشي انا ووفاء المهم ماشي نحط هادشي ديال لاطارت وكذا ودوك الكادوات وداكشي غنحطو باش وفاء نهزها نجي نربيها دورها في الفيلم هنايا وما يكون في خبرها والو
وغنخلي حمزه كيصور. ملي غادي نرجعوا للدار غترجع وفاء وغتلقى المفاجاه اللي حنا دايرين لها. هذا هو البلان اللي كاين وهذه هي الفكره اللي فكرنا فيها. كنتمنى انها تصدق. السلام عليكم الحبايب ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ المهم كيما تشوفوا انتم حنا تنقادوا الختي وفاء هاد الشيء بحال تجي ان شاء الله نفرحها شي شويه. تنقولوا لها عيد ميلاد سعيد وكل عام تكوني بخير وتكون صحيحه مزيانه والله يخليكم بعضياتكم اختي. تجيني تنخاطب شي واحد ومرحبا بك. ما عرفتش شنو نقول، شنو بان الكلام. الله يسهل امورك. وحمزه راه تيحشم مسكين، صافي راه صافي هكاك هذيك هي الهضره، الكلام عنده هو ما قال لا والو صافي. ايوا هادشي اللي كاين، وبقاو معنا ومرحبا بالمتابعين ديالنا وتحيه لكم كاملين. وخلي لي شي كومونتيرات زوينين لحميزو. لا دايما تشكروني والله العظيم، دايما تشكروني والكومنتات ديالكم كاملين تديروا عليا كاملين تنقراوهم. وشكرا بزاف بزاف اي واحد تيكتب شي كلمه زوينه في حقنا وتيكتب كلمه زوينه في حقي انا. بالضبط. شكرا ليه بزاف بزاف وتحيه ليك من هذا المنبر. شوفوا دابا كنا جالسين ما بينا ما علينا. كنا جالسين توقعت علينا الفكره، هذه الفكره اجي نصنعوا على ايوب نقولوا طاحت لنا الطارط نديروا مقلبشه في ايوب، نخلعوا ايوب ونفرحوا راه حمزه هو المقلب. ايوب مالك اصاحبي انت يوم تجي في التليفون ديالك واش نجيو؟ واش تجيو اصاحبي الطارطة طاحت لنا هنايا اصاحبي. كيفاش الطارطة طاحت لكم؟ طاحت لنا الطارطة اصاحبي هنايا نصورك تشوف. هو اللي طيحها جاي هبط بها من الدروج وقلت له شو اسمع انا راني في الطواليت كنهضر بشويه بلا ما تطلع لي الدم اصاحبي. قلت انا نهضر معاك نيشان اصاحبي راه الطورطه صاحبي نهضر معايا نيشان طاحت لنا في الدروج دابا لصقها دابا لصقها صاحبي بلا ما تشوف واش غيطيلو علاش دابا لصقها صافي وصافي دابا شنو غنديرو لها؟ توصل امك على وجهك اش غنديرو لها؟ ايوا شنو صاحبي شنو؟ ندير دير شو ابي الفيديو ولا ندير نشوف ابي الفيديو تيقول لك انا في الطواليت تنقول له ندير نشوف ابي الفيديو. ها هو خوت ها هو الشيء هذا هو على حقيقته. دور دور انا صاحبي لوجهك دور لوجهك. ها هو السيدة على حقيقته ها هو شتو سكتو قالك سكتو ما يعطينا وجهك واش تي لا حقيقة جوك قلت له حكى له وجهك حمزة ما تشكلك يقول دابا قد لي شي حاجة قد لي شي حاجة لا لا معليش معليش أول مرة بزاف وراه عرفتي راه هبط لها التورتة راه بتل مكناس ومع القهاوي سادين وكل شيء قسما بالله عرفتي شحال ديال التمارين واش نجيو مازال تيصيفط لي واش نجيو صافي سالينا سالينا واش يجيو صافي قول له اجي عين نسيت ما سيطرش اوديو. هذا المقطع هذا وبزاف ديال المقاطع سجلوهم بلا صوت حيت حمزه عطى الكاميرا لنوال ونوال ما كتعرفش تشعل الميكرو ونسى هو ما شعلهاش الميكرو. المهم في هذه البلاصه هذه راهم جالسين كيتفقوا عليا ملي كيتلاقاو هاد الجوج نوال وحمزه كيتفقوا عليا باش يديروا لي شي خطه كما كتشوفوا هنايا بداو كيديروا لي الملحقه الكفاوي باش ملي نجي انا نشربها هيا هو كيوريها لكم السي حمزه وفرحان. اودي شعل غير الميكرو بعدا يسمعوك المشاهدين اصاحبي اش كدير شعل غير الميكرو. هو هنايا هز الملحه وبدا كيديرها ليا في هاواي ناري وي دنوبي دنوبي شي دنوبي خرجوا فيهم دنوبي خرجوا فيهم. ما تعاودش اصاحبي دير شي حاجه لشي واحد ما كاينش معاك، ما تعاودش دير شي مقلب انت تقولبتي. المهم بزاف ديال المقاطع داروهم بلا صوت، غادي تتبعوا المقاطع اللي ما فيهم صوت غادي نحيدهم ونخلي داكشي اللي بالصوت. وحتى الدخله ملي دخلت انا ووفاء ما كانش شاعل الميكرو والسي حمزه فرحان خصو غير يطرطق عليا ديك اللعيبه اللي كطرطق. ووفاء تصدمات ما فهمت حتى شي لعبه ضرب بالخير. انا قلت واقيلا راه ما شاعلش غير اللومب على حساب الضو. ملي مشيت نشعل الضو لقيت حتى السي الميكرو ما شاعلش، يعني ما غتسمعوا والو، غتسمعوني غير انا دابا كنضركم في ودنيكم. صبروا معكم ما ديروا اخوكم ايوب كان طنطل لكم الراس. المهم هو غادي يشعل الميكرو دابا 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 وتبعوا معنا. الميكرو طافي الكاميرا تشد تشد شكرا لكم بزاف.
على باش كما تهضر على البلاد. بابا نتمنوا انك تكوني بخير على خير. البيجامه اه حمزه طب البيجامه عافاكم لا كتخلع عليك كتخلع عليك كتخلع عليك شنو هي هذيك الطاقه هو خلاص حمزه مزروب غير هذيك باق مزروب عليها ماش على لا ميكرو ما وهذا الشيء راني كنسرسر زعما انا هي تعطلت في الطوموبيل مع شكا مع اسامه كنسرسر انا زعما ماشي حمزة قاني عليا راه شفتك في المرايا يلا دخلي دخلي حمزة حمزة ما درت الطبقية بالروج ولا غير طلطو في المرايا دخلي يا وفي انا مزوق اخويا انا مزوق شنو احسن؟ طبقتك الطبقية كتخلع عليها غير الغوت وغير دخلي غير دخلي اجمع غير وحدة اصلا جاب هي وحدة عا وقال لك جبت الثانية قال سي حمزة علاش ما جعلتيش الميكرو انت زيتي مزروب بزاف بزاف على خطاكم على خطاكم شكرا لكم بزاف هاوي الكادويات انا ماشي انا البارح انا البارح والله العظيم الا نسيت انا صافي الصحاج قال لي جوايز قال لي جوايز اني بغيت نهضر باللي كتصافي وقرا دار لي جوايز اني بغيت بلا ما نحلم ديكو شي عيد ميلاد وعلى رقبتي بحال فاش قلت لي جوايز اني بغيت كتصافي وقرا ما يكون والو جوايز اني بغيت شكرا لك بزاف ان شاء الله واش ما تمنيتيش انا خدك انا بغيت نسنتي شكرا لك بزاف 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 ما تقوليش هكا درتي انا اختك كل خير شكرا لك حمزه خويا كتصور لا لا خطيك شكرا لاختي نوال والسي حمزه شكرا لكم بزاف الله يسهل عليكم يوا يوا درنا فيه واحد المقلب ما كانش قلنا طاحتنا الطورطه حلفو حتى الطورطه كانت 66 تشيفه والله والله العظيم كزوين جويز هذاك جويز انيفيرسير وفاء اه والله شكرا لاختي كل خير شكرا لكم بزاف 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 ثاني والله وكاع الناس عندهم عيد ميلاد في هذا النهار جويز انيفيرسير واخا جانا في رمضان ظريفه وبنت الناس معنا الله يكبر بكم اخوتي الله يخليكم شكرا لكم اي حاجه قليله في حقها لا خطوطي انا ماشي عروسنا دابا العيد ميلاد ديال وفاء باش نشرح لكم علاش ما كانش ما كانش ما كانش توجد نيت بزاف وهذا جا مع رمضان ومع الدار اللي تحت كتصلح نورمالمون فاش كيكونوا ما في الدار اللي تحت كتكون الدار هنايا خاويه كيصلح لنا نديروا مفاجآت وهذا يعني اليوم كانت القضيه شويه مزيره واخا كدرنا ما عقتي حتى شي حاجه بلا كذب وعلى رقبتي حسيت بشي حاجه لا لا واحد الحضانه ايوب قالت لي مالي ايوب داخل خارج داخل دارت بحال كبور خارج مغوبش داخل دار قالت له كتدخل قال لها كتدخلي كتدخلي قال لها ضحكه تخرجي مغوبشه هذيك بغيت تعرف شنو ديري فيها قال لها كبور قالت لي داخل خارج داخل خارج قلت لك قلت لك شوف جوج دراري بقى جبت الدره لقيت هاد الشربات ندير بعدك صبت لي شري لي ايوب كاينه بريكه كاينه بريكه زين زعما نوريه لك زعما في الطريق جاي جاي باش نوريه لك اختكم شكرا لك بزاف ثاني اختي والله الا هذا الشيء قليل في حقك شنو نديروا لي ايوا جايزاني بسات جايزاني بسات جايزاني بسات جايزاني بسات هابي بيرثدي تو يو Happy birthday to you, Wafa. Happy birthday to you. Wa ya gamil. Sana hil wa ya gamil. Sana hil wa ya Wafa. Sana hil wa ya Wafa. Wafa, shui. دابا ايوب دار لك مفاجاه تشربيه من يدك اختي اخويا مرحبا شربيه شربيه هذا حال في يدك لا لا هي هي دابا هي حاجه وني علاش بطلت شي لا شربيه كيفاش ما حيت هذا شي دير شي حاجه انت في الهواي شرب اي وحده بغيتيها كاع يلاه كبير ما حمزه داك الشيء ديال المقاليب وداك الشيء غادي له في الدم قلنا لك صاحبي اختار اي وحده قلنا لك اختار اي وحده لا لا خلف هكا ديري انت هذا الاخر ليا ولي ها ها
وفاء راه تالفه انت راه كنا درنا غير في العرس اختي لا بغينا ندير التقاليد ديال العرس يا راه دير وفاء وكلي وكتمشي عشري جوج ثلاثة شكرا لكم الله يعطي بالصحة والله يعاود يستعدوا كل خير جميع المغاربة قال لي عنده عندنا صغار قال لي عنده عندنا بحال اللي في هذا النهار 17 أفغيل عيد ميلاد سعيد ومن القلب عيد ميلاد سعيد شكرا لك أختي الله يكرمك الله يرجع اسم عارون دار بغيتي تصفر واعرين شنو بغيتي أسامة هذه اللي تقولي أنا تهضي معايا البلاد والله إلا أنا باغي نهبط حبيب الله بغيت نقول لها واخا ما واخاك سمحي لي اختي والله وقبلوا عينا على التوجاد وداك الشيء راه لا الله يعطيك الصحه والله الا ما يعطيك الصحه قريب صافي الله يعطيك الصحه اختي الله يلا لاله وفاء نبدا شنو ثاني حيلو غير ثاني حيلو اختي ما بغينا زعما غير نقولوا السلام نقولوا واحد جوج ثلاثه وعاد صفر انا صحتني قال لي صوتي ماشي مشكل انا صحتني قال لي صوتي صوتي يلا بغيت نقول سالي حيلو عزيزي لأختكم دروا لي ديك ديال سميتها Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you كله كله وسام وسام آمين يا ربي آمين لينا وليكم كاملين يا ربي آمين 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 يا ربي وفاء يلا واخا غنحيدو هذا بعدا واش شمعات فنين جبتيهم لي شات شمعات واعرين الله يرحمك يلا وفين خالتي بالك ما خلينا خالتي والحاج يجلسوا علي وفاء علي علي وفاء علي يلا علي وفاء علي علي وفاء علي علي وفاء علي علي وفاء علي عندك صبعي عندك صبعي علي أيوب علي علي يلا وفاء يلا
كوغر كوغر صافي مره اخرى ان شاء الله. لا تبغيتي كدره والله عاد ماشي جات جات غير مع سادين وكل شيء دابا سمعتو هادشي اللي دخلت ما شكمش انا كاع فاش فطرنا نط انا الطوموبيل هزيت هادشي طلعتو للفوق للدار الفوقانيه فاش انتي كنتي تسولي على ايو تقولي له قال لي يلاه لبسي حوايجك وما فين زاد والله هذاك اللحظه داك قلت لك يلاه وما ضت ما لقيتوش وبقى داخل خارج داخل خارج هو في بيت الناس علاش قلت لك غتصدمي وهضر قلت لك غتصدمي تصدم صدماني زوينه نبغي لك كان كلشي تصدم على تصدمي تصدم شحال زوينه مفاجات اختي يا شحال زوينه الله يفرحك على المدينه الله يخلي لك الحكايه امين اللهم امين والله يسر لك امورك الحمد لله اللهم لك الحمد وشكرا لكم انتم لكم المتتبعين يفرحك ان شاء الله ونشوفكم دويرتكم ان شاء الله هو راه كنا خايفين امين اللهم امين كنا خايفين ديك هاي تشربيها انت صافي راه هي دابا انا كنكبيت له انا كنكبي حلو والله لا هي شوفي درنا تشوفي الفيديو عاد ديال الطوطه راه سير دابا صور عليا قالوا لي الطوطه تقلبات لنا طاحت لنا ايوا وانا في البلاد باش نزيد نثبتو انا ما عندي كي ندير دخلت للطوالت كنهضر معاهم باش ما تسمعينيش انت قراك مع الوالده راه داك الشيء قلت غير بديت كنشوف داك الشيء دار الاصلاحات عصبوني واش بقيتي كدير واش ما غادي تشوفي في الفيديو انت كيفاش داير يلا المشاهدين دابا مازال دابا مازال الكادوات مازال الكادوات ولكن الكادوات ما غاديش الكادوات ما غاديش نفتحوهم في هذا الفيديو باش ما يجيش طويل لان الوالده اصلا ما كايناش حتى الوالده حتى هي شرات كادو يعني من الاحسن تكون بالحضور ديال الوالده صافي مسكين شرات الكادو باش يكون بالحضور ديال الوالده ان شاء الله ونوريكم الكادوات اللي جبنا الوفاء وخير هذا وعد من اللي درنا لها غدا ان شاء الله تشوفوا الكادوات دوزنا على ايوب اللي جبنا الوفاء دوزتوها عليا نديكم ان شاء الله انا ندير لكم مفاجات احسن من هذا ان شاء الله يا ربي امين ونفرحكم ونفرح الله ونفرح بكم ان شاء الله مادام ربي طول العمر باك يا اختي وفاء بعدا عيني باك شكرا اخويا كنا كنضحكوا على تضحكوا على نوال على هذا البوكي هذا فقدت البوكيه المشاهده فقدت لنوال من اي بدا لي عشاء رومانسي وخبعتو خبعتو فواحد البطل هي قلبوا على شي بوكي زوين زعما جابش البوكي دور حمزه شنو غادي نحطو غير حدا الكادو شي حاجه ندكرو بها كريت تنموت عليها بداك داك البوكي شو كيا لا شوف عرفتي غير من داك الورد اللي في وسط وي خبعتو قالوا خلاتو هذا باش ما نطولوش على المشاهدين غدا ان شاء الله يشوفوا معنا الفيديو ديال الكادوات وتحياتي لكم كان وعد من الوفاء والسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.